شيخ، نريد نصيحة للأخ محمد. بالنسبة للأخ محمد، عنده موقع في الإنترنت، نعم، وعنده غرفة في البلطوق يدعو بها باللغة الفرنسية، فعنده دروس في العقيدة وفي الفقه وفي السيرة كذلك. فما هي النصيحة التي توجه له شيخ؟ جزاكم الله خير. أولا نقول له بارك الله فيك وبارك الله لك في جهودك وأعمالك، ووفقنا الله وإياك لخدمة هذا الدين والدعوة إلى ما كان عليه النبي الأمين وأصحابه الميامين عليهم رضوان الله، وعلى نبينا وسائر الأنبياء صلوات الله وسلامه. يابد في هذا الوقت الذي تعددت فيه الدعوات وتكاثرت، ولكن قل منها يعني أن تكون دعوة، وجل أن تجد دعوة يعني صصائب صحيحة صريحة متبعة. وأخونا ما شاء الله الشيخ محمد يعني شلبي من الإخوان الذين نعرفهم يعني قبل أكثر من 16 سنة صراحة، ولا يزال كما عرفته أولا، ولا يزال على هذه سمة الإخوان السلفيين. لا يعني لا، مع تغايري ومع اختلافي ومع تبادل الظروف والمعطيات والأحوال، يبقى هؤلاء كما كانوا أولا، لا يتغيرون بتغير الظروف والحروف والأزمنة والأمكنة وغير ذلك. هذا هو هذا الدين الذي جمع بيننا، مهما كنا، اللي في الهند في الهند، واللي في السند في السند، واللي في مصر، واللي في المغرب، واللي في الحجاز، واللي كذا. قال سبحانه وتعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فأنا يعني هذه الغرفة، هذه غرفة البلطوق مثلا وغيرها من الموقع كذلك، يعني إن شاء الله نبارك له جهوده ونؤيده ونعضده إن شاء الله ونوافقه ونعينه إن شاء الله. نحن دائما نتعاون، قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وندعو الله سبحانه أن يكثر من أمثاله وأن يقتدي به أمثاله وإخوانه. لا بد أن تكون غرفة ولا غرفتان ولا ثلاث، إنما ينبغي أن تكون غرف كثيرة، حتى إن شاء الله يستطيعون توجيه الشباب هناك، في خاصة في 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 العالم، يعني في حاجة إلى غرف كثيرة، لأن غرف الفساد والإفساد كثيرة جدا جدا ومتطورة جدا جدا ومسخرة كذلك للتقنيات ومستغلة كذلك للوسائل والمعطيات جدا جدا. ولكن نحن حسبنا الله سبحانه وتعالى، ندعو ولو بشيء قليل فالله يبارك فيه. العبرة ليس بالوسائل، العبرة بهذه الدعوة التي تقال، هذه الأشياء، الدعوة بهذه الرسالة تبلغ. هذه الرسالة لو يسمعها السامع في دقيقة وسمع قبلها كلمات قبل قرون أو قبل السنوات، فإن هذه الكلمة في دقيقة تهدم وتذهب وتزيل ما قاله، لأنها كلمة حق. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فالحق دائما وأبدا لا يقف الباطل في وجهه، فضلا عن منافسته ومنازعته أبدا وأبدا. لذلك وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فلهذا نحن إن شاء الله نعضده ونرجو، ندعو الله سبحانه أن يوفقه وأن يؤتيه ويمنحه كذلك القوة والوقت، القوة والوقت أيضا والجهد إن شاء الله. والله موفقه وعامة إخوانه في مختلف الغرف ومختلف المجالات والوسائل. وهذا نرجو أن يجمعنا الله بأخينا وإخواننا عموما، يعني في مناسبات أخرى وفي جلسات أخرى، ولعل تكون لنا مع إخواننا كذلك اتصالات أخرى، وقد تكون لعلها على المباشر، نحاول ذلك إن شاء الله. ودائما وأبدا نحن نستبشر إن شاء الله ونبشر، نبشر إخواننا بالخير، بأن هذه الدعوة قال سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونبشر بهذا ونستبشر بالخير الذي نحن فيه إن شاء الله، ونطمئن ونحمد الله قائلين: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. بارك الله فيكم، جزاكم الله خير عنا كل خير. الشيخ شرفي، هل من كريم؟ بارك الله أخينا الكريم وجزاك الله خيرا، والإخوة والأخوات إن شاء الله تعالى ينتظرونك إن شاء الله تعالى
حتى يعني إن شاء الله يعني تلقي علينا موعدا إن شاء الله في يوم من الأيام على الغرفة نفسها وتجيب عن بعض الأسئلة، مع علمنا أنك يعني مشغول جدا، لكن الله سبحانه وتعالى سنبارك في وقتك ونفتح عليك، وجزاك الله خيرا هذه النصائح الثمينة جدا، وأسأل الله أن يجعلها في ميزان الحسنات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.